يمشي عليا تمام النائب المدير الجهوي للكلاه والتنميه الريفيه تسكيدا في اطار اليوم العالمي للادخار. قام البنك الكلاه والتنميه الريفيه بإجراء أيام تحسيسية في المؤسسات التعليمية والتكوينية من أجل تشجيع الطلبة على ضرورة الادخار الأموال حتى لا يكون هناك ضياع لهذا المال، ووضعه في مستوى البنك حتى يتم المحافظة عليها وتوجيههم بعد ذلك إلى استعمالهم في الأنشطة الاستثمارية التنموية سواء في المستقبل أو في الآن أو في المستقبل. المهم هي دعوة إلى تشجيع الطالب أو الشاب الجزائري إلى الادخار، إلى إخراج المال النائم ووضعه في إطار يعني في البنك حتى يتم منحهم إلى أناس آخرون للاستثمار لتمويلهم والقيام بالاستثمارات اللازمة لهذا المجتمع وما يحتاجونه. وعليه فهي دعوة صريحة من الخروج إلى السوق الغير منظم إلى الأطر التنظيمية حتى يتم الاستفادة العامة بهذا المال. لهذا فهي محاولة لغرس هذه الفكرة في الشباب حتى يتم يعني تربيتهم الفكرية للاستفادة وعدم تضييع المال فيما لا يفيد أي جهة أو أي إنسان. والدولة تحتاج إلى هذا الشيء، إلى منح، لأنه هنا في إطار العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي هي عملية تعاونية، الذي لديه المال يمنح إلى الشخص الآخر الذي لديه إرادة الاستثمار والتنشيط عن طريق وسائط وهي البنوك. البنك هي الوسيط الأساسي لعملية التنمية الاجتماعية في المجال التجاري والاقتصادي والبيئي. هذه فهي عموما ونهايه دعوه الى وضع المال في البنوك حتى يتم استثمارها واستغلالها كما ينبغي حتى لا نقع في ما لا يكون هناك اي ايجابيه في هذا المجتمع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.